نتعرف على طريقة وكيفية حل مشكل حفظ البيانات على تطبيقكم إيمو. نقوم بالضغط هنا على تطبيق إيمو، بعدها سوف نقوم بالضغط هنا على الإعدادات، من ثم سوف نقوم بالضغط هنا على البيانات التخزين، من ثم سوف نقوم بالضغط هنا على جودة رفع الصور، من ثم سوف نقوم بالضغط هنا على حفظ البيانات. بهذه الطريقة نكون قد قمنا بتفعيل حفظ البيانات. هكذا نكون قد قمنا بحل المشكلة، ولا تنسوا الضغط على زر لايك والاشتراك في القناة، ونراكم في فيديوهات القادمة إن شاء الله.